سلام، أنا رجاء، رجعت لكم بفيديو جديد. صلى على النبي ويلا نبدأ. سلام، أنا اسمي أميرة وعمري 13 سنة. اليوم راح أحكيكم قصتي يلي صارت لي. أنا عندي أخت أصغر مني اسمها ملاك وعمرها 10 سنين. أمي وأبويا كانوا يحبون أختي الصغيرة مرة ويدلعونها، وكل شيء تبي كان يوصل لها عكسي. مثلا في يوم أختي عجبها لعبة وقالت إنها تبي، وعلى طول أمي جابت لها، وأنا طلبت كمان مثلها وأمي رفضت بحجة إني كبرت على هذه الأشياء. يعني أصلا حتى وأنا صغيرة كانوا يرفضون طلباتي، وصار أكثر من موقف والتفرقة بيني وبين أختي. من هنا عرفت إنهم يحبون أختي الصغيرة أكثر مني، وحتى أختي إذا تهاوشنا تقعد تقول لي أمي تحبني أكثر منك يا حرام، وتقعد تقهرني وأنا صرت أكرهها. المهم أنا وأختي ملاك كنا نلعب روبلوكس وكنا ضايفين بعض. أنا باللعبة كان عندي شلة وكنا دائما مع بعض حتى بالمدرسة، عكس أختي كانت وحيدة وما عندها صديقات، فكانت نشوة دائما تلحقني في اللعبة وتحاول تصير مثلنا يعني، بس عشانها أختي وأصغر مني كان صديقاتي كمان ما يطيقونها لأنهم يعرفوا حركاتها، بس كانوا مستحملينها عشاني لأنهم يعرفوا تصرفاتها. أنا أحيانا أكلمهم بكل شيء لأنه إذا خبيته راح أنفجر، وكنت أثق فيهم مرة يعني، كنت أقول لهم عن مشاكل مع أختي وعن كيف أهلي يعاملوني وكيف يعاملوا أختي، عشان كده هم عارفين أختي هي كيف سوسة. المهم واحدة من شلتنا كانت مشهورة في التيك توك، وكانت دائما تنادينا عشان نصور معاها. في يوم أنا كنت داخلة روبلوكس وحتى أختي، وقتها كلمتني صديقتي وكانت تبي تصور تيك توك، وقالت إنها نادت باقي الشلة وقالت تعالي. أنا دخلت عندها وكل الشلة دخلوا معانا، وجينا بدأنا نصور يعني، رتبنا ولبسنا نفس الشيء زي ما هي طلبت، وجينا بدأنا نصور إلا وتدخل أختي وتيجي لعندنا، وقالت صديقتي لأختي قاعدين نصور انتظري بعيد. هي قالت أبي أصور معكم. قالت صديقتي لا، رتبنا المجموعة مو ناقصين يعني، خلاص يعني المجموعة كاملة. قالت أختي بكل وقاحة لا لا، أنا أبي أصور مالي دخل. وقتها أنا حسيت بالإحراج وقلت لصديقتي خلاص أنا بطلع وخليها هي تصور بدالي. قالت صديقتي لا ما يصير، لازم الملابس نفس الشيء. وأنا كلمت أختي وقلت لها خلاص انتظري بعيد، وقالت لي انطمي أنتي. أنا كنت ناوية أروح لها الغرفة لأنه أنا وهي مو بنفس الغرفة عشان أقول لها خلاص إنه تطلع لأنه عيب اللي تسويه، إلا وصديقتي عصبت وقالت لأختي يا البذرة هذه أختك الكبيرة احترمي نفسك لأصفك، وهي صارت تضحك وتحاول تخرب علينا لين طفش صديقاتي وطلعوا. أنا وقتها خلاص قلت راح أوريها، رحت كلمت أمي بكل شيء، وتخيلوا وش قالت لي أمي. قالت لو صديقاتك ما يبون يلعبون مع أختك اقطعي صداقتك معاهم، أختك أولى منهم. قلت لها يعني تبيني أكون وحيدة كمان بالمدرسة؟ قالت عادي اهتمي بدراستك أحسن، قلت لك إنه أختك أحسن يعني أولى منهم، لا تزعلين أختك يعني هي أختك الصغيرة. أنا وقتها انقهرت لأنه أختي سبتني قدام صديقاتي وأنا أكبر منها وأحرجتني، وفوقها أمي بدل ما توقف معايا وتكلم أختي إنها تحترمني وقفت ضدي كالعادة. وكمان في يوم كنت بلعب مع صديقاتي أختي دخلت، أنا على طول يعني من هذاك الموقف أنا خلاص صرت يعني بعد ما شفت يعني أمي كيف توقف ضدي وما تهتم، أنا قلت خلاص أنا راح أربيها بنفسي. أول ما دخلت أختي أنا قلت لها أطلع يلا ما حد يبيك، والمشكلة هي طلعت على طول. أنا استغربت وقلت خلاص هذه بدأت تحترمني لأني وريتها العين الحمراء، وكل صديقاتي بدأوا يعززوا لي وقالوا كفو تستاهل لأنها ما تحترمك. إلا وأنا ألعب مع صديقاتي، وكمان كنت مستغربة إن أختي كيف إنها طلعت بدون ما ترد لأن هي لسانها مرة طويل. إلا وشوي وأنا لا ألعب إلا وتدخل علي أمي وهي معصبة مرة
وماسكة أختي الصغيرة، وأختي كانت تبكي وحالتها حالة، شعرها مبهدل ومجروحة. قلت لأمي وش صار؟ وش في؟ مين سوالها كذا؟ أمي قالت لي كان تسألي تسوين لأختي كذا بسبب لعبة يلي ما تستحين، وصارت تضربني. وأنا قلت لها أنا كنت أحلف إني ما سويت شيء، وأختي كانت واقفة ورا وكانت تبتسم. أمي لسه قاعدة تضربني وتقول لي إنه أنا السبب إني أنا سويت لها كذا، وأنا أصلا ما سويت شيء. يعني ما أدري كيف هي أختي كذا صارت. يعني أنا كمان خفت على أختي بنفس الوقت لأنه حالتها حالة، بس لما شفتها تبتسم عرفت إنه هي مسوية شيء، مسوية مصيبة. وأمي سحبت مني الجوال وما صدقتني. بعدين عرفت إنه أختي قالت لأمي إني سويت لها كذا وضربتها عشانها دخلت عندي في روبلوكس. مرت أسبوع ونسينا السالفة، وأمي رجعت لي الجوال بسبب الدراسة لأنه إحنا نحتاج جروبات وزي كذا، وقتها ندرس عن بعد. وأنا بعد ما أمي رجعت لي الجوال من هذاك اليوم قررت إني أمسح روبلوكس وما أرجع له أبدا. ورحت كلمت صديقاتي عشان ما بي يعني أختي تدور شي عني وتستخدم ضدي. وللحين أنا أكره أختي وأتمناها تختفي، مع أنه هذه القصة صارت يمكن أكثر من سنتين. أنا الحين عمري 15 سنة، وأختي تغيرت، ما صارت مثل قبل، صارت أحسن من أول، وحاولت إنها تخليني أسامحها، وقالت لي أنا كنت صغيرة وما كنت أفهم، والحين فهمت وأنا آسفة من هالكلام. بس أمي وأبويا للحين يفرقوا بيناتنا، للحين يحبوا أختي أكثر من ما يحبوني، عشان كذا أنا يمكن للحين أكره أختي. يمكن لدرجة إني حسيت إني اتبنوني، إني أنا ما بنتهم الحقيقية. ما أدري إذا هم متقصدين يسوون كذا أو مو قصدهم، أو عشانها أصغر مني. بس إحنا مو مرة يعني في فرق بيناتنا بالعمر عشان يعاملوني كذا ويعاملوها كذا. وأنا أختي مرة طيبة معاي الحين، بس أنا للحين شايلة في قلبي عليها، لأنه يمكن أكثر من سنين وهي تسوي فيني زي كذا وتظلمني. كانت تظلمني وكانت تتهمني وتخرب كل شيء أنا كنت أسوي، بس الحين اتغيرت 180 درجة. والحمد لله انها اني قاعد احاول اني احبها، لانها هي بالنهاية اختي. بس ما ادري كيف اخي اللي في قلبي هذا كيف اقدر امحيه. يمكن بسبب معاملة اهلي معاها ولي، عشان كذا انا اكرهها. وبس انا حبيت اني اقول لكم قصتي عشان اعرف اذا في احد يمر بهذا يعني يمر مثل ما انا مريت فيه، وبس انا اللي امر فيه ما ادري والله. فاكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله أنا أقراها. وبس كان هذه قصتنا لليوم. لو عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستغرام. وإذا عندكم أي قصة طويلة ارسلوها لي على الإنستغرام. مع انه ما صار يجيني قصص كثيرة في الانستغرام، اتمنى اي احد عنده قصة يرسلها لي على الانستغرام، انا راح اقراها ان شاء الله. بس تكون قصة طويلة يعني اكثر من صفحة، وهذا هو الانستغرام حقي، ارسلوها لي على الخاص وانا ان شاء الله راح اشوفها، وان شاء الله ان القصة ما تكون مكررة. بس احبكم، باي.